نوح هيفجر القصر. بدأ تحضيرات مسلسل الأب الروحي الجزء الثالث العطارين راجعين. أعلنت شركة فانوني مصر عن انطلاق تحضيرات الجزء الثالث من مسلسل الأب الروحي تحت شعار العطارين راجعين. وتدور أحداث مسلسل الأب الروحي عن عائلة كبيرة يسيطر عليها الأب زين العطار الذي له عدد كبير من الأبناء، حيث يسرد المسلسل علاقة هذا الأب بأبنائه وكذلك علاقته مع عصابات السلاح والمهربين. حمل الجزء الأول توقيع المخرج بيتر ميمي، فيما الجزء الثاني كان من إخراج تامر حمزة. المسلسل من بطولة عدد كبير من الفنانين، بطولة محمود حميدة وسوسن بدر وأحمد عبد العزيز ومحمد عادل ومحمد محمود عبد العزيز وإيهاب فهمي ومرهان حسن وعمر الشناوي ومحمود متولي وكارول عزمي ولطفي لبيب ونيطان صابر وفريدة سيف النصر ودنيا عبد العزيز ومصطفى أبو سريع ومحمد عزم وإيمان سلامة ومنى فاروق وكريم سرور ومهند حسني وسارة الشامي وباهر النويهي وكريم عبد الخالق وكيرا الصباحي وأحمد جمال سعيد وهند عبد الحليم وعيده رياض ومحمد علي رزق ومحمد نجاتي والشحات مبروك ومحمد رياض وولاء الشريف ودينا وميان السيد وسيمون وغفران محمد وراندا البحيري ومحمود حجازي واسلام شوقي واسماء جلال وشريف البردويلي ومنير مكرم.